من ضمنها صيغ سارت مشرقة ومغربة، حفظها الصغير والكبير والعالم والأمي، وجربها المكروبون، وجربها أصحاب الحاجات، وجربها من سجن له أحد ففرج الله عنه. هذه الصيغة لقبت بثلاث أسماء. أنت جاهز؟ لقبت بالصلاة التفريجية اللي بيقولها الله بيفرج عنه، ولقبت بالصلاة الكاملة، ولقبت بالصلاة النارية. انتو حافظين اسمها الصلاة النارية. نسبت هذه الصلاة لثلاثة أئمة: سيدنا الإمام أحمد الرفاعي، وسيدنا الإمام محي الدين ابن عربي، سيدنا الإمام إبراهيم التازي الوهراني من جزائر الحبيبة، بلد المليون شهيد التي تحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لها عدة أرقام. ناس جربوها لما وصلوا إلى 4444 الله فرج عنه، وناس كانوا عم يقرؤها كل يوم 100 مرة ففرج الله عنه، وناس عم يقرؤها بعد صلاة الفجر 41 مرة ففرج الله عنه، وناس يقرؤوها 3 مرات بعد كل صلاة ففرج الله عنه. انتو حافظينه؟ يلي مو حافظه يفتح جواله ليسجلها ويرددها تمام الترديد ولا ينساها، لانه اليوم حاعطيكم وظيفه. اليوم كلكم حتاخدوا وظيفه، هذه الصلاه الناريه. شو بيقول هؤلاء الائمه بالصلاه على النبي؟ اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي الذي تنحل به العقد، هذا توسل، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. هاي الصيغة وافقوا عليها علماء الأزهر والأوقاف الأردنية، علماء الشام، وقالوا إنها صحيحة 100%، ولا تردوا على المعترضين الذين أنكروها لوجود التوسل، لأن الناكر التوسل ضال فاسق. هلأ بدنا نعمل وظيفة. أكيد كلكم بدكم شغلة من الله، صح يا شباب؟ صح. طيب هلأ حنعطيكم وظيفة ونخيركم انه تقرؤوها كل يوم لمدة اسبوع 70 مرة، او بعد كل صلاة 3 مرات لمدة اسبوع على نياتكم كلها. الجمعة الجاية بعد ما تخلصوها حنرفع ايدينا وكل واحد يقول النية تبعه ونطلب من الله أن يستجيب له. موافقين؟ الله يرضى عليك. والله هي الصيغة ما بتعرف قديش عددها
ما يعرف عدده إلا الله تعالى. أنت عم تصلي على النبي بكل لمحة من المخلوقات، بكل نفس للمخلوقات حتى منافسة، بكل عدد كل معلومة لله. شايف قديش هي صلاة على النبي أنت صليت على النبي فيها؟ وحيقرأها كل واحد منكم على الشكل اللي حكيناها، يا بتقرأها باليوم 70 مرة، يا بتمسكها بعد كل صلاة 3 مرات. موعدنا الجمعة الجاي إن شاء الله تعالى. اكتب ورقة وحضر شو بدك من الله، ماشي؟ لأنه حندعيهم كلهم، وإن شاء الله الله يستجب لك يا رب، تتجلى عليهم يا رب، تتجلى على أهل الشام يا رب، تتجلى على المسلمين يا رب، تفتح علينا فتوح العارفين يا رب، ترضي عنا سيدنا محمد أوليائك وأحبابك بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسر الفاتحة.